التاسعة صباحا بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت غرينتش. موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة تحقيق الانضباط المالي وضمان الاستدامة المالية للموازنة العامة للدولة. وخلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير المالية لاستعراض مشروع موازنة العام المالي المقبل، وجه الرئيس السيسي بمواصلة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لخفض الدين العام للموازنة وأعباء خدمته وزيادة النمو الاقتصادي. من جانبه عرض وزير المالية أبرز المؤشرات النهائية لمشروع الموازنة والتي تستند على تحقيق معدل نمو قدره 4% من الناتج المحلي الإجمالي، كما ستشهد تحقيق فائض أولي قدره 3.5% وخفض العجز الكلي على المدى المتوسط إلى 6% من الناتج المحلي الإجمالي. استقبل وزير الخارجية سامح شكري وفدا من حركة فتح برئاسة محمود العلول نائب رئيس الحركة. وخلال اللقاء أكد شكري على حتمية وضع حد نهائي للكارثة الإنسانية التي يتعرض لها الفلسطينيون في قطاع غزة، ووقف الانتهاكات الإسرائيلية وممارسات العقاب الجماعي ضد الفلسطينيين، مشددا على ضرورة التنفيذ الفوري لقرار مجلس الأمن 2728 والبناء عليه لتحقيق الوقف الدائم لإطلاق النار لما بعد شهر رمضان. قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إن حماية المدنيين الفلسطينيين من الأذى خلال الحرب ضرورة أخلاقية واستراتيجية. وأضاف أوستن خلال اجتماعه مع نظيره الإسرائيلي يوآف جالانت في مقر وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون أن الوضع في قطاع غزة المحاصر كارثة إنسانية تزداد تفاقما، وأن حجم المساعدات الإنسانية منخفض للغاية. من جانبه قال جالانت إنه أكد للمسؤولين الأمريكيين أهمية الحفاظ على تفوق إسرائيل عسكريا في المنطقة. وصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفها العنيف على أنحاء متفرقة بقطاع غزة. وأوضحت مصادر فلسطينية أن القصف استهدف منازل بمدينة رفح جنوب قطاع غزة، كذلك النصيرات ودير البلح وسط القطاع، ما أسفر عن استشهاد وإصابة العشرات معظمهم من الأطفال والنساء. أعلنت السلطات الصحية في قطاع غزة غرق 12 شخصا أثناء محاولتهم الوصول للمساعدات قبالة شاطئ غزة. وقالت السلطات الصحية في قطاع غزة إن 6 آخرين استشهدوا نتيجة التدافع في أكثر من مكان حين كانوا يحاولون الحصول على مساعدات ألقتها الطائرات بشكل خاطئ في ظل المجاعة المستمرة في شمال القطاع. أعلن الدفاع المدني اللبناني ارتفاع عدد القتلى جراء الغارة الإسرائيلية على بلدة الهبارية جنوب لبنان إلى 7 أشخاص. وأوضح الدفاع المدني اللبناني أن البحث مستمر عن مفقودين تحت الأنقاض إثر الغارة الإسرائيلية والتي استهدفت مركز الطوارئ والإغاثة في البلدة. أعلن الجيش السوداني قصف أهداف تابعة لقوات الدعم السريع بمنطقتي الكدرو وشارع الجيلي شمال العاصمة الخرطوم. وأوضح الجيش السوداني أنه تم تدمير عربات قتالية ومقتل العديد من قوات الدعم السريع بمنطقة الكدرو العسكرية. في الوقت نفسه أعلن الجيش السوداني أن قوات الدعم السريع تتخذ المدنيين دروعا بشرية على غرار ما يجري بجنوب كردفان وشمال شرق دارفور وكل مناطق تواجدهم. ورياضيا، حل المنتخب الوطني وصيفا للنسخة الأولى لبطولة كأس عاصمة مصر بعد خسارته أمام نظيره الكرواتي ب4 أهداف لهدفين في المباراة النهائية للبطولة والتي أقيمت على استاد مصر في العاصمة الإدارية الجديدة. تقدم منتخب مصر بهدف في الدقيقة 6 ورد المنتخب الكرواتي بتسجيل 4 أهداف متتالية، وفي الدقيقة 93 أحرز محمد عبد المنعم الهدف الثاني للمنتخب. مشاهدينا، انتهى موجز التاسعة، ونعود لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل.